هنترك ليك بقى الكلمة تعقيب على أمس واللي جاي إن شاء الله، يعني شايفه هيكون الوضع إزاي؟ طبعا الفترة السابقة احنا يمكن قدمنا فترة مثالية بالنسبة للأداء والنتائج، صحيح، دوري وكاس وسوبر افريقيا وبطولتين افريقيا وثلث العالم ومونديال بالظبط، لعبنا على المركز الثالث والرابع، بالميراس بطل جنوب يعني امريكا الجنوبيه وبطل البرازيل، ما فيش شك كانت انجازات كبيره. في هبوط في الاداء مع نهايه الدوري ومباراه السوبر المصري، ما فيش شك اكيد في اسباب يعني الاداء بهذا الشكل طبعا. واعتقد المسؤولين طبعا على راسهم كابتن محمود الخطيب ورئيس مجلس اداره النادي ومشرف العام على الكوره، في الفتره اللي جايه دي لازم كله يكتب تقرير مهم جدا، المدير الفني يكتب تقرير، مدير الكوره يكتب تقرير، المعد البدني او المسؤول عن الاحمال التدريبيه البدنيه يكتب تقرير، كابتن الفريق بيقعد مع اللعيبه ويكتب تقرير، بتجمع هذه التقارير كلها، يعني كل واحد من المسؤولين دول يكون معاه كل التقارير، يعني المدير الفني مع التقرير بتاع الكابتن سيد عبد الحفيظ وتقرير كابتن وهكذا يعني. وتناقش هذه التقارير. نعم. ويتناقشوا بقى في التقارير. المهم يقروها الاهلي. يعني انا مهم جدا انا ككابتن الخطيب طبعا مش فاهم على الكوره، التقارير كلها تبقى موجوده عنده، وكذلك كل التقارير نسخه من التقارير لكل الاشخاص المعنيين. المعنيين هم ماسكين المناصب القياديه، دي مهمه جدا. وبعد كده زي ما حضرتك قلت تتقدم بقى، يبقى في حوار مفتوح و القيادات دي بتجتمع مع بعضها وكل واحد بيقول رايه وبيوصلوا ايه المشكله فين، هل في اجهاد مثلا، هل بعض اصابات اللاعبين غيابهم مؤثر، هل الفترات بين الموسمين دول غالبا هي مش كل الاحداث بتبقى معروفه، يعني ممكن لاعب يكون جاله عقود، انت عارف مستوى الطموح زاد عند اللعيبه دلوقتي، كله عايز يعني. محمد صلاح طبعا مع نجاحه بيدي مثل وامل وطموح لكل اللعيبه، كله عايز يعني يجي له فرصه. طبعا الطموح ده بيجي متدرج، انا عايز ابقى لعيب اساسي بعد كده ابقى لعيب دولي، صحيح. عايز احترف في الخارج في اوروبا في دول الخليج، الناحيه الماديه بقت مهمه للعيبه برغم بياخدوا يعني مبالغ كبيره جدا، بس برضو عندهم طموح يجي له احتراف خارجي، ممكن دي برضو عامله نوع من عند اللعيبه عدم التركيز. بس حضرتك بتقوله ده كله يندرج تحت بند التكهنات العامه واللي يعني هيتكتب تفاصيلها في التقارير المختلفه، كمان. تقارير حضرتك انت شخصيا ايه؟ رؤيتك انت شخصيا ايه؟ شايف ايه الاسباب اللي ادت لهذا الامر؟ هو شوف عايز اقول لك حاجه، واللي بعيد عن الاحداث مش هيبقى يعني عارف تفاصيل بالظبط، يعني ممكن يتوقع. هي ممكن النقط اللي احنا اتكلمنا فيها دي ممكن تكون كلها مؤثره. ممكن اجهاد، ممكن غياب بعض اللاعبين، ممكن مستوى الطموح عند اللعيبه وقف عند النقطه دي. احنا لعبنا 7 بطولات او 6 بطولات كنا وكسبنا 5، انجاز كبير، لازم مستوى الطموح يزيد، انا طالما بحقق حاجه الهدف بيزيد مع تحقيق طبعا الطموح نفسه بيزيد. ممكن تكون دي السبب. النقطه الثانيه ممكن لعيبه مشتته، جه لها احتراف خارجي، لعيبه اساسيه في الفرقه، في لعيبه مجهده، في لعيبه عندها اشباع، ممكن لعيب يبقى بيستكفي. انا هي دي بقى النقطه الوحشه في الموضوع، لان البعض امبارح كان بيتكلم او شايف، ودي بعض الاراء يعني اللي طرحت، ان اللعيبه مستكفيه، اللعيبه مش عايزه تعمل اللي عليها، اللعيبه يعني بتلعب بثقه زايده، الكلام ده اتقال امبارح. طبعا ممكن هو الموضوع يعني اتجاهه طبعا نواحي نفسيه وتركيز نواحي ذهنيه، هي دي المؤثرة. بس هو من امتى لعيبة النادي الاهلي ولا النادي الاهلي نفسه بيستكفي؟ ما دي احيانا بتحصل لك بقى، يعني بتبقى مهما كنت مشبع تحدث مشكلة امتى بنستكفي؟ لا طبعا المفروض بس الظروف اتغيرت، مستوى البطولات عالي وعدد البطولات كتر وعدد الماتشات كتر، غير ايامنا احنا او الاجيال حتى اللي بعدينا شوية، ما كانش فيه مستوى الطموح بهذا الشكل، ما كانش فيه احتراف خارجي. ايوه ما كانش فيه ما كانش فيه طموح مادي حتى. ايوه، اللي عايز يحترف خارجيا لازم يولع الدنيا داخليا من الاول بحيث يجبر الاخرين على طلب ضمه. ايوه بس انت في حاجات نقط كتير قوي بتفكر فيها، نواحي ماديه، احتراف خارجي. يعني حضرتك عايز تقول ان اللعيبه وهم في مباراه امبارح مثلا كانوا مشتتي الذهن، ان هم بيفكروا في النوع ده من الامور؟ ممكن بعضهم، مش لازم كلهم. كل واحد يعني في لعيب بيبقى طبيعه اللعب تختلف من اخر من لعيب لاخر، يعني في لعيب بيوصل النواحي الماديه دي اساس عنده، وفي لعيب بيبص اللي عايز يرتقي بمستواه ويلعب في الخارج طموح يعني. أيوة. عنده دي ممكن دي تبقى حاجه عنده، يعني في لعيب بيبقى هو خلاص
انا اساسي وحققت 5 بطولات في الموسم ده مثلا، فخلاص انا حققت حاجه كبيره وكفايه كده يعني، او ما عندوش بقى طموح تاني يفكر في اللي جاي وجديد، وعنده اصرار وعنده اراده ان هو يحقق بطولات اخرى برضو من الناحيه النفسيه. يعني هي كلها نواحي نفسيه وذهنيه يعني، لا هي عشان بنسبه كبيره ولا ممكن توصل 80-90%، انما لا هي مستوى فني ولا مستوى لياقه بدنيه، ما اعتقدش دي بعيده تماما. احنا في نهايه موسم وكل يعني اللعيبه في التوب فور. تحفظات فنيه؟ لا خالص، مش دي الاسباب، بس الاداء الفني طبعا قليل او لا يرتقي ان احنا لمستوى لعيبه النادي الاهلي ولا المستوى اللي اقدر احفظ بيه بطولات، انما مش دي المشكله. اعتقد هي المشكله نفسيه وذهنيه، هي دي اللي مؤثره بشكل سلبي على اداء الفريق.